كل حال أحبابي الكرام، اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن الريحان وعن الورد وعن البابونج بإذن الله، ونتكلم على هذه لمن أراد اللي بغى يصيبها الراسه بإذن الله سبحانه وتعالى، ونتكلم إن شاء الله على هذا التأول اللي بغى يصيبه الراسه بإذن الله عز وجل. فحياكم الله أحبابي الكرام، طيبتم طاب ممشاكم، تبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله سبحانه وتعالى. اللي بغى يطلع معنا اللايف يسوي شي حاجة فمرحبا به، وألف ألف مرحبا، وشرف لي إن شاء الله باش أنني نتلاقى معكم ونشوفكم، هذا شرف كبير لي إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم الخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وعليكم السلام، وعليكم السلام، وعليكم السلام. يعني الصوت ما كيتسمعش. طيب دابا ان شاء الله واش كيتسمع الصوت؟ وعليكم السلام، الله يبارك فيك، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا ملي ما كيتسمع الصوت ان شاء الله نحاولوا نديروا لي زيات. طيب دابا ان شاء الله كيتسمع الصوت مزيان، الصوت مليح، الصوت ان شاء الله مليح، الصوت مليح، القناه في يوتيوب الصوت مليح. اللي كيسمع ان شاء الله الصوت مليح يخبرني ان شاء الله باش نبداو في العلاج. علي علي، وانت ان شاء الله من اهل الجزاء اخي علي، بارك الله فيك وحياك الله، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله اخي محمد، طيب الله حفظك الله، بارك الله فيكم، الصوت مزيان، بارك الله فيك. انا بعدا كنخاف منكم اخويا. طيب خويا رشيد، ربما انك تخاف، مسألة واضحة عادي. هو الخوف من الله خويا، نشوف خويا فين هو، خويا رشيد، خويا رشيد، هو الخوف من الله خويا رشيد، وخاف من الله، لانه سيك وخاف من الله، واللي ما تيخافش من الله توا خاف منه. هذه مسألة واضحة، حنا كنخافوا من بعض البشر، اللي ما كيخافش الله كتخاف في أديك، مسألة عادي. طيب الحمد لله، بارك الله فيكم. أي واحد إن شاء الله عنده شي سؤال، أي واحد إن شاء الله بغى يطلع معنا في اللايف فمرحبا به. هذه إن شاء الله ساعة ليا إن شاء الله نتلاقاو فيها، نشوفوا فيها. الله قالك سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله، تحاب في الله اجتمع فيه وافترق فيه، فأنا أحبكم في الله سبحانه وتعالى. طيب خويا تقول لي أنا عندي بومزوي، فلق عندك خويا بومزوي إن شاء الله، خاصك حجامة إن شاء الله، خاصك السفرة، خاصك إن شاء الله الأعشاب باش تعالج. والله سبحانه وتعالى يونس أعروشي خويا حياك الله، راك عزيز بزاف. وعليكم السلام ورحمة الله، ما عرفناش علاش منيش نسمع، شوف ان شاء الله البورطابل من عندك ونطلب الله خير. طيب دائما ما نعطي وصفات للاستفراغ للتوكال ان شاء الله سبحانه وتعالى، حياك الله، للتوكال ان شاء الله سبحانه وتعالى، للاستفراغ الاخلاط ديال العين الحسد او اي مشكل ان شاء الله كاين عندك في البطن ديالك، غادي ان شاء الله نعطيو فيه الاستفراغات باش نعالج يتعالج الانسان ان شاء الله، ونطلب الله سبحانه وتعالى يوفق الله. المره اللي فاتت ان شاء الله كان لايف تبارك الله طالع بزاف، وصلت على 500 خلق. اليوم ان شاء الله نتسناه يتوصل ويتزاد ان شاء الله، نطلب الله عز وجل يتزاد من اللايف، باش لان الانسان ما كيسمع ليك وما كيتبعك الا هو كيبغيك، وانا كذلك كنبغيك. خويا احمد عبد الحكيم حفظك الله وبارك الله فيك. خويا علي علي بن طيب، وصفه لفك العقد في البطن. طيب خويا علي، مساله وصفه لفك العقد في البطن ان شاء الله، هي هذه المساله، هذه هي هذه المسألة إن شاء الله، باش أنك تستفرغ ودير تدليك إن شاء الله. خويا جديرة محمد، أخي واش مازال في البرانس؟ لا إن شاء الله، دابا أنا في حي كريمة حدا مسجد الغندور، قرب مسجد الغندور الأخر ديال الترامواي. وعليكم السلام ورحمة الله. خديجة مبارك، شنو الأسباب المبارك؟ بارك الله فيك، شنو الأسباب ديال القولون العصبي؟ طيب اسباب القولون العصبي، اول شيء ديما اللي كنبداو به، اول شيء الا ما كانش عندنا واحد مرض روحي، ديما نمشيو الاول حاجه نتكلموا عليها هو المرض العضوي، او اول حاجه ان شاء الله اللي نتكلموا عليها هي المرض العضوي، باش من اخي تنحس بالمرض في سائل الجسد.
ميدو امين. خويا نبضات ان شاء الله في الجسد على ديك الساعه رجع رجع للسؤال. تكون نقص في المغنيسيوم او العين الحسد او المس. نقص في المغنيسيوم او العين الحسد او المس. طيب نرجعوا للمساله ديال القولون العصبي. القولون العصبي هو مرض يعني وباء اللي انتشر هاد الاونه بزاف وبزاف وبزاف وبزاف. علاش؟ لان اغلب الناس ولاو مقهورين، ولاو مدمرين نفسيا، مدمرين عاطفيا، مدمرين جسديا، وهذا اللي خلى القولون العصبي ينتشر بكثره. هذا يخلي القولون العصبي ان شاء الله ينتشر بكثره باذن الله سبحانه وتعالى. انا نبين لكم ان شاء الله باش تعقلوا عليه. هنا في هذه كاين الريحان ان شاء الله ديال هكا، كاين الريحان وكاين الورد وكاين البابونج. قيدوا ان شاء الله بكم طريقه الاستعمال. كاين الريحان وكاين الورد وكاين البابونج ان شاء الله. فكما قلنا احبابي الكرام، القولون العصبي هو داء ووباء اللي انتشر بكثير. علاش؟ لان الانسان اصبح لا يعمل بطاقته الحيويه. بحالاش الانسان في هذا الوقت هذا اصبح عنده ضغوطات كثيره بزاف. الله يجزيكم بخير وبارك الله فيكم. اي واحد عنده شي سؤال يخير ان شاء الله في الواتساب. انا نشر النمره ديالي دابا عندي لكم هنايا ان شاء الله. نطلب الله خير. 06 09 82 17 13. هذا ان شاء الله الرقم ديالي ديال الواتساب اللي هو رقمي انا اللي خدام، انا اللي كنجاوب عليه شخصيا ان شاء الله. هو في التثبيت هذا الرقم ديالي انا ديال الواتساب شخصيا. اي سؤال ان شاء الله خليه في الواتساب حتى نسالي ان شاء الله ونجاوبكم. نطلب الله يبارك للجميع. قلنا القولون العصبي او بومزوي. بومزوي او القولون العصبي، الانسان في هذا الوقت هذا ما بقاش عايش مزيان، ما بقاش مرتاح مزيان، ولا فيه الخوف الله يحسن العون الجميع، ولا الانسان ما مرتاحش نفسيا وما مرتاحش روحيا، وهذا اللي كثر بزاف هذا القولون العصبي. نسال الله السلامه والعافيه. ولا الانسان عنده ستريس بزاف، ولا الانسان كيفكر بزاف. ومن الاعراض ديالو الخبيثه جدا هو اول حاجه ملي كيصيب فيها الجسد كيولي الانسان عنده خوف، خوف كثير بزاف. خصك تجي في هذه البلاصه ديما كنشيروا ليها، وهو كيف ما تنقولوا احبابي الكرام هو مرض العصر. هذا المرض هذا ديال بومزوي هو مرض العصر، هو المرض اللي خرج على بزاف ديال الشباب، هو مرض اللي خرج على بزاف ديال البنات، هو مرض اللي دمر بزاف ديال البنات، هو مرض اللي سيطر على بزاف ديال البنات وعلى بزاف ديال الاولاد. وخصوصا الانسان، وهذه رساله غادي نوجهها للشباب حفظهم الله ورعاهم، الانسان اللي هو تيكمي التدخين او تيكمي السيجاره او اللامبلي الله يعافينا ويعافي الجميع بشيء من البليات، فكن اكيد اخر واخا تجري تتقنع راك ما تعالجش 100%. لان كل ما انت عالجتي، كل ما انت عالجتي المشكل ديال بومزوي او المشكل ديال القولون العصبي، كل ما انت كتصيفط مشاكل الجسم ديالك اللي كتزيدك مرض في مرض، وكتصبح تدخل في الاكتئاب الحاد. فاغلب الناس اللي عندهم اكتئاب حاد فالمشكل، ونعطيكم واحد المساله، اللي عنده اختو مثلا جوج بنات في الدار، تحاول وحده فيهم تنعس ان شاء الله وتستلقي مزيان، ترخى مزيان، تجي اختها تقلب ليها الكرش ديالها، تجي اختها تقلب ليها الكرش ديالها، منطقه تصرف الجهه اليسريه ما بين الكرش ما بين فم المعده والاخر ديال المعده، في المنطقه اليسريه، تقلب ليها ان شاء الله الكرش ديالها، غتلقى عندها النبض، تحاول تورك شي شويه غتلقى عند النبض او تحس بالم شديد. من الاعراض ديال هذا بومزوي هذا اللي هو كتشابه كيف ما كنصحوا بها ديما الناس، وكيف ما كنقول ديما الناس ان الاعراض ديال بومزوي كتشابه لينا مع الاعراض ديال المس. سمعوني مزيان الله يجزيكم بخير. الاعراض ديال بومزوي كتشابه لينا مع الاعراض ديال المس، وهذا خطر كبير اللي كيجيو الناس وكيشخصوا ان راه عندنا المس هو ماشي مس، هو قولون عصبي، هو بومزوي، هو خلعه، هو مشكل وقع للانسان، هو مشكل تعرض ليه الانسان، اما تخلع اما وقع ليه مشكل. وانا كنقول وكنتحمل ما واتحمل ما اقول، اغلب البنات، وهذه ركزوا معايا مزيان في الله يجزيكم بخير، من خلال ما انني كنعالج ومن خلال الحمد لله ما انني كندير الاسباب في هذا الباب هذا، اغلب البنات ملي كتوصل للسيزيام او سانكيام باك كتدخل في حاله ديال اكتئاب حاد، وكيقولوا لوالديها ان مسكين دخلت في اكتئاب حاد، وكتولي تطيح، بل كاين اللي كتولي تسرع، بل كاين اللي كتدخل في البيليبسي يعني الكهرباء الزائده، كاين اللي كتضعف في هذيك المده ما بين 5 6 باك. وتا بالنسبه للدراري تا هما، كاين مسكين بالنسبه للولاد الله يشافي الجميع
اللي كيدخل في هذه الحالة هذه يعني يصبح في عمر الأربعين وربما يتعاطى للتخدير. بالنسبة للشباب، وهذه كنوجه ديما للشباب وكنقول لكم الشباب الله يجزيكم بخير، بارك الله فيكم، حفظكم الله، اسمعوا من خوكم، أنا لست بعالم، لست بعالم، أنا ربما هنا في هذا المباشر ربما من هو أعلم مني وأفقه مني لغة. طيب، إن شاء الله غنعطيكم الوصف إن شاء الله، بلا ما تسأل. ربما أعلم مني علما، وربما أعلم مني ثقافة، أفصح مني كلاما، وأفقه مني لسانا، لكن فوق كل ذي علم عليم، والله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء. الشباب الله يجزيكم بخير، وهذه المسألة دي كنلاحظوها بزاف في الشباب، الشباب اللي كيتعاطى المعجون، اسمعني مزيان، الله يرحم لك الوالدين، الشباب اللي كيتعاطى المعجون، الشاب اللي كيتعاطى المعجون، الشاب اللي كيدير التخدير، الشاب اللي كيدير الشاب اللي كي الشاب اللي كيدير الشاب اللي كيدير التخدير، الشاب اللي كيدير المعجون، الشاب اللي كيدير المسائل اللي هي اللي الشاب اللي كيدير التخدير، الشاب اللي كياكل المعجون. وهذا الشيء هذا انا كنشوفه في الشباب، انا كنشوفه في الشباب، الناس اللي هما كياكلوا المعجون بالنسبة للدراري فكتربى عنده ميكروبات في الاستوما، يعني ميكروبات في المعدة، كتربى عنده ميكروبات في المعدة، وكتولي من بعد ولو 5 سنين او 6 سنين كيولي ضره البطن ديالو، كيولي ضره الكرش ديالو، كيولي الانسان مسكين عايش مشاكل، وعايش سبحان الله عايش مشاكل عصبية ومشاكل نفسية. إن شاء الله هنقول خويا أبو مزوكي باش كيبان في الإنسان، مشاكل عصبية ومشاكل نفسية، مشاكل قوية جدا. وهذه المسألة ديال هذه المشاكل هذه اللي كتبان في الإنسان، أول شيء من العلامات ومن الأعراض ديال بومزوي عفوا، هو الإنسان كيولي راجع اللور في الجسد ديالو، كيولي ضعاف في الجسد ديالو، كيولي غادي اللور في الجسد. طيب اختي خديجه، شنو عطيك الوصفه كاين؟ تولي ان شاء الله غادي في اللور في الجسد ديالو، التفكير عنده كيولي مشتت، كيولي يفكر بزاف اللور، الشعر ديالو كيولي يطيح، كيولي يجي ضيق في صدره، كيولي الانسان تيبقى يترعد مره كيبقى يترعد، كيجي الام بين الكتاف، كتبقى تزدع عنده الكرش ديالو، منطقه السره كتبقى تزدح، عنده مشكل في فم المعدة، وهذا راه خطر جدا وخطر بزاف، كيولي عنده مشكل في فم المعدة. هاد المسائل هادي ملي كتصاب عند الإنسان كيشخصها هو ملي كيقرا في يوتيوب أو جوجل أو فيسبوك، كتشخص بالأعراض ديال المس، ولكن الأعراض ديال المس والأعراض ديال البومزوي كيتشابهوا، وهذا اللي ديما كننصحو به. فالإنسان الله يجزيكم بخير، نعطيكم إن شاء الله الوصفة باش نمشيو نرتاحوا شوية. اول شيء اللي غنستعمله وقيدوا ان شاء الله مزيان، ديروا ورقه وستيلو ان شاء الله وقيدوا مزيان، اول شيء هو غادي نديروا الوصفه ان شاء الله ديال الاستفراغ، تبعوا معايا مزيان، عندنا ان شاء الله الوصفه ديال الاستفراغ، نديروا الوصفه ديال الاستفراغ. الوصفه ديال الاستفراغ اشنو فيها؟ فيها الريحان، فيها الورد، فيها البابونج، تبعوا معايا الله يجزيكم بخير، فيها الريحان، فيها الورد، فيها البابونج، مزيان، شحال ديال الريحان وشحال ديال البابونج وشحال ديال الورد؟ هذا هو السؤال المطروح اللي غادي يطرحه كل واحد فينا ان شاء الله في هذا اللايف. هذا عندنا 50 غرام ديال الريحان، هذه اللي راه ماشي فيها 50 غرام، هذا غير هكا نموذج كنوريه لكم، عندنا 50 غرام ديال الريحان، قيدوا ان شاء الله، عندنا 50 غرام ديال الريحان، 50 غرام ديال الريحان. الريحان في المناطق الشرقية، في قطر، في السعودية، في المنطقة، في الأم... في ال... في ال... في المناطق الشرقية كيقولوا ليه الأص. عندنا في المغرب هنا، وبالنسبة للجزائر وبالنسبة للدول اللي هي مجاورة تيقولوا ليه الريحان. الريحان راه ماشي هو الحبق، الريحان مخالف للحبق، ديما الإنسان يبحث باش ما يطيحش في مشاكل اللي كتضرو في الصحة ديالو. الريحان شنو هو الدور ديالو بالنسبة للاستفراغ؟
الريحان تيقاد لينا العبار ديال السكر بالنسبه للانسان اللي تيكون معصب مني تيبغي يدير الاستفراغ. الريحان تيقاد لينا الخزان ديال السكر باذن الله جل وعلا. الدور ديال الورد، الورد الحمد لله تيطلع لنا داك الميكروبات، تيطلع لنا داك الاوساخ. الورد الورد عفوا كيدير لنا الاسهال، يعني كيدير لنا شويه الاسهال ان شاء الله باش الامعاء ديالنا كيتنقاو. البابونج هو مهدئ للاعصاب باذن الله سبحانه وتعالى. وانا ديما كنقول اي واحد من اللي كيدير الاستفراغ كيحس بالذات ديالو كتفتح، بالذات ديالو ان شاء الله كتفتح. فقلنا 50 غرام ديال الريحان، 50 غرام الله يشافيك اختي او خويا، 50 غرام ديال الريحان، 50 غرام ديال الورد، 50 غرام ديال البابونج. هاد 50 غرام ريحان، 50 غرام ورد، 50 غرام بابونج، غنشدوهم ان شاء الله غادي نديرهم في واحد 3 لتر ديال الماء. نقيو هاد الاعشاب هادو مزيان، نغسلوهم ان شاء الله مزيان، نديرهم في 3 لتر ديال الماء باذن الله سبحانه وتعالى. نشعلوا عليهم البوطه 10 ديال الدقائق، يعني نطبخوهم 10 ديال الدقائق. نخليهم ان شاء الله حتى الصباح باذن الله سبحانه وتعالى مرقدين. الصباح نوض على الصباح ان شاء الله، نصلي الفجر ديالي والرياح والرياح عر الكبد ديالي، نشرب نصفي العشوب على الماء، نشرب ديك الكميه كامله، ندير صبعي ونتقي ان شاء الله. والرقم ديالي راه تما، صور داك الشيء الورد، هاد الغوز الورد الغوز، نصور ان شاء الله داك الشيء، صيفطوا لي على الواتساب باش نشخصوا المرض ان شاء الله ويكون خير. مزيان هادي داز، نمشيو ان شاء الله لهادي، ونمشيو ان شاء الله لهادي. هادي ان شاء الله اللي هي كيجيو يدوها الناس من المركز، واللي بغاها كنصيفطها ليه، واللي بغى العشوب اللي فيها تاهما ان شاء الله كنصيفطها ليه كيف ما كنديروا مع الناس كاملين باذن الله عز وجل. كما قلنا هاد الوصفه ان شاء الله هي كتصلح البومزوي، وكتصلح الخلعه، وكتصلح التوكال، وكتصلح اخلاط العين الحسد، كتصلح الاعصاب، وكتصلح ضيق الصدر، الاكتئاب، والارق. الانسان اللي هو عنده الارق ان شاء الله، والاحلام المزعجه، هذه ماشي كتحيد الاحلام المزعجه لا، ولكن كتهدئ الجسد باش الدماغ ديالنا يرتاح باذن الله. اشنو في هذه؟ راني قلتها في اللايف اللي سابق، كنت قلتها ان شاء الله. اشنو في هذه؟ هذه فيها كيلو ديال العسل، هذه فيها كيلو ديال العسل ان شاء الله سبحانه وتعالى. هذا كيلو ديال العسل باذن الله جل وعلا شنو غادي نديرو فيه؟ غنديرو فيه انا مقيدهم باش ما يتلفوش ليا، حيت الراس راه لا اله الا الله. هاد الكيلو د العسل غادي نديرو فيه الزعتر، مرد الدوش، الخزامه، الفيجل، القرفه، هاد العشوب كلهم ان شاء الله، هاد العشوب ان شاء الله كلهم غادي بارك الله فيك خويا جديرة حفظك الله. انت جربتي ان شاء الله، ممكن تكتب لنا واحد الكومونتير كيف جاك العسل وكيف جاك الاعشاب، واش حسيتي براسك ان شاء الله مزيان؟ الله يبارك فيك والله ينورك وحفظك الله. هاد الاعشاب هادو غادي نديروهم، الزعتر، مرد الدوش، الخزامه، الفيجل، القرفه، فليو، تكون 250 غرام ان شاء الله نديروها. طيب هاد ام مروان، سلام عافاك بنتي، كتبول لي في الليل عافاك شي وصفه. اختي سمحي لي ما قدرتش نعطيك وصفه ديال التبول لا ارادي، لان مشكل ديال التبول لا ارادي هو مشكل اللي هو عضوي، ياتي من خلعه او ان في الصور ديالها كنتي كتضغط عليها بزاف وتخلعت لك ولات كتبول لك بالليل. فبارك الله فيك، حاول ان شاء الله ديال الطبيب هو يعالج عليك اختي. ما نقدرش نعطيك وصفه ما نقدرش، الله يرضي عليك، ما نقدرش، لان الدراري الصغار عندهم مناعه ضعيفه، والاعشاب ماشي هادو من ديال التبول لا ارادي قاصحين على الدراري الصغار عندهم المناعه ضعيفه. طيب قلنا الحمد لله. قلنا الزعتر، مرد الدوش، الخزامه، الفيجل، القرفه، فليو، هاد الاعشاب هادو سته ان شاء الله تكون منهم 250 غرام. غنخلطو ان شاء الله مع العسل باذن الله. سيدي عماد، انت ان شاء الله ملي ما كيحكمكش محمد السادس غادي ندير لك حضر، الله يجزيك بخير اخويا عماد، حيت حشومه تبقى تسب المغاربه. المغاربه احسن شعب، المغاربه ذكيين، المغاربه قارين السي عماد، المغاربه ماشي مكلخين، اللي مكلخ هو اللي كينطق بالكلاخ، اللي مكلخ هو اللي كينطق بالكلاخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ما اجمل الحكم،
باش تقول المغاربه مكل خير، المغاربه واعرين عليك، المغاربه صعاب عليك فين ما كنتي ونتحداك، انت ماشي مغربي نتايا، والله اعلم ماشي عربي. تقول المغاربه مكل خير، المغاربه واعرين عليك بحال هاد النماذج كيطلعوا لنا الدم سبحان الله. تقول المغاربه مكل خير، قلنا احبابي الكرام سمحوا لي رزقكم بخير، قلنا عندنا هاد الاعشاب هادو غنديروهم في العسل باذن الله، نخلطهم ان شاء الله، نبقاو ناكلو عواشقه في الصباح، عواشقه في الغداء، عواشقه في العشاء، دائما قبل الماكله ان شاء الله، قبل الماكله بربع ساعه ناخذ عواشقه صغيره في كاس ديال الماء دافي نخلطها نشرب ان شاء الله، والله يجيب الشفاء للجميع. هذه احبابي الكرام اللي كتقادنا المرض مع المرض، كتقادنا امراض الجهاز العصبي، فيها الليمون الهندي، زيت الليمون الهندي العطري، وزيت الزنجبيل العطري، وزيت الحامض العطري، وزيت فليو العطري، زيت الخزامة العطري، زيت القرفة العطري، زيت القرنفل العطري، إكليل الجبل العطري، زيت السداب العطري. هادو إن شاء الله لا 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 هادو 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 إن شاء الله هادو ان شاء الله غادي نشدهم باذن الله سبحانه وتعالى. عندنا في واحد القرعه ديال اللي هي ان شاء الله نص رابعه، وغادي نخلط فيهم غادي نخلطهم ان شاء الله مع شويه ديال العسل، غادي نخلطهم مزيان، وعند ناكل منهم قبل ما نعس عواشقه صغيره قبل النعاس باذن الله سبحانه وتعالى. والله يشفي الجميع، والله يحفظ الجميع، بارك الله فيكم وحياكم الله سبحانه وتعالى، واسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم للخير. غدا باذن الله او بعد غد سنتكلم باذن الله على تساقط الشعر وطرق العلاج لتساقط الشعر، كل واحد ان شاء الله يوجد لنا ورقه وستيلو، نعطيكم ان شاء الله وصفه جديده، ونطلب الله عز وجل ونطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا للخير. اللي بغى يسول في شي حاجه الرقم ديال الواتساب ديالي راه كاين تما، فمرحبا بكم. اللي ما جاوبناش بكري يعرف راه كنجاوب الراسي، راه ما كيجاوبش شي واحد، انا مكلف الحمد لله بالواتساب كنشرب المسائل ديالي. اللي ما جاوبتوش يصبر، لان الرسائل بزاف، وكنعيا من كثره ما كنجاوب. الله يحسن العون، فاحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.